طب النفين ده كله يا ربي هيرفدوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. يا هيسجنوه يا اختي، ده ماليش في الدنيا غيره. امان عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيدة نفيسة تقرا لها الفاتحة وتطلب من ربنا يخرجك من الشدة اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامان عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازة ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامان عليك يا رمضان، تجيب لي حتة قماشة 6 متر من بيتي هعملهم جلابية. امي عايزة قماشة من بيتي. دي مهزلة، المدرسة دي لازم تتقفل. استر يا رب. كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. ست حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير. محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حمودة. خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام، وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. اوعى شوية اخلص سمحت. يا معالي الباشا، أنا جاي النهاردة عشان أبص الأيادي، ولو في حاجة تاني غير الأيادي مستعدة أبص. إلهي ما أوعى أروح. إلهي هتشلي وأقع قدام سعادتك مسلول على المكتب دوت. إلهي يدهسني قطر ويفرق كل حتة فيا في حتة. إلهي يدب فيا داء النتاني والناس ما تطيق ريحتي. إني ما كنت أعرف إني معاليك يبقى ابني معاليك. أنت اللي ضربت ابني. لا مش أنا. مش أنا، هي دي. هي دي، إلهي تنشلي. كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبة ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بي؟ يعني معليك مش زعلان مني انني ضربت معليك؟ بالعكس، انت هتاخد مكافأة يا استاذ رمضان. مكافأة؟ يو داريو. الأستاذ رمزي ابن سعادتك. أستاذ رمضان؟ اتفضل اتفضل. أهلا يا أخويا. أهلا يا شملول. أوعى تكون فاكر إن أبوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا أخويا، تعالى أقف قدامي هنا. تعالى يا فندم. تعالى هنا. أوكي، دونت تاتش. دونت تاتش. دونت تاتش. أنت ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. I'm fine. I'm fine. طب اسمع يا أخويا. أنا دلوقتي هقول لك جملة تعربها قدام معالي الوزير. ويمين ثلاثة إن ما أعربت صح لكون مدك في مكتب معالي الوزير. ها اعرب يا أخوي. أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعرب. لم أداة جازم؟ أيوة. يستطيع فيرب مضارع. فيرب؟ فيرب تاني؟ خلاص. فيرب تاني؟ خلاص خلاص. يا معالي الوزير بيقول لسعادتك فيرب. معلش فيرب. يعني أنا مدرسة لغة عربية ولا لغة إنجليزية؟ خلاص يا أستاذ. فيرب يا ولد. بتحرجني قدام معالي الوزير؟ عشان خاطري عشان. ماشي. بسم الله ما شاء الله، دي معجزة يا معالي الوزير. أنا مش قادر أصدق لا وداني ولا عينيا. سعادة الوزير، أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ها إيه رأيك يا أستاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس أنتوا فاجئتوني. أنا كنت عامل حسابي إن أنا جاي أتحبس، الموضوع جه فجأة. فسيبونا يعني نستخير الست الوالده وناخد من ثلاثه نفكر واللي في الخير يقدمه ربنا. اخوك رمضان مبروك ابو العالمين حموده، مدرس اللغه العربيه الجديد. تشرفنا يا استاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ انا فريد باهر. اهلا وسهلا، تشرفني. المدرسه ده هي بتيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي قول لي يا استاذ فريد، هو انت ما عندكش حصه ولا ايه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي ايه بس يا استاذ رمضان؟ اصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسه ما وراكش حاجه. تخيل تخيل يا استاذ رمضان، الولاد مش عايزين ياخدوا حصه، قلت اسيبهم براحتهم. قلت عادي يا بت، عادي يا بت، بلاش لكاعة، عادي. مالهمش مزاج ايه؟ ياخدوا حصه. يا صلاة النبي احسن، لو التعليم هنا بالمزاج
لتبقى مسخره. يا استاذ رمضان، الطلبه اللي هنا المدرسه بالنسبه لهم فسحه، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصيه. يا دم خيبي، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزه السفره ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمه على العيال بعد كده؟ عليه العوض. انت مالك متاثر بكلامي كده؟ اصلي لسه واكل كيك امبارح. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقه دول ولا ايه؟ طب ما يغطوهم بملايه لحد البوكس. ايه يا استاذ رمضان، دول عندهم حصه سويمنج. حصه ايه؟ سويمنج يعني سباحه. سباحه والنصر عارف ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار اسود، لا انا شكلي هتعب في المدرسه ده. هي اهدي، ايه المسخره ده؟ هي كوره في الفصل؟ اقعد يا هاله، اقعد انت يا بت، اقعد على التخته بتاعتك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته. ترمي انت يا عبد الحليم يا حافظ، اقعد مكانك يا اخوي. ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها ده؟ هي انت يا ادب شعر معفن انت. تعدل تعدل، بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي، تقوموا تقفوا. قيام. تنفخ ليه يا رحمامة؟ انفخ انفخ، انا اوريك النفخ بالامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول عن الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده. كويس قوي، ما كنتش اعرف ان اسمي بيضحك. اياك تفتحي بوك تاني، فاهم ولا لا؟ سوري يا مستر. لا يا اخي، انا مش مستر، انا استاذ رمضان. ترزعهم ترزعهم. ايه يا ابني دي؟ ايه دي؟ انت اسمك ايه؟ ايمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ ايوه ابن وزير البيئه. ايوه 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 ابن وزير البيئه. طب يا اخويا ما تتنكش قوي كده، دي السحابه السوداء جايه لحد دماغك، بكره ده يتحلق بدل ما احرقهولك، فاهم ولا لا؟ انت يا اخويا اللي بتنفخ، اسمك ايه؟ محمد احمد الخرساني. احمد الخرساني؟ ايوه وزير الصحه. ايوه يا اهلا يا اهلا، باين عليك الصيحه، انبسط. امان عليك وانت قاعد في البيت، يبقى هات سيره المستشفيات الحكوميه اللي الناس بتترمي فيها على البلاط، واكياس الدم الملوث واللي انت عارفه، يمكن يمكن حد يهتم. اوكي اوكي، انا بشعت منك هذا اللي يتعدل. اوكي. وانت يا اخويا اسمك ايه؟ اسمي امير المصري، وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. احنا هنستظرف يا دي انت ولا ايه؟ مش بستظرف والله، حضرتك اشرح لك الموضوع. اشرح لي يا اخويا. ماما كانت عايزه تسميني امير، وبابا عايز يسميني وائل. اتخانقوا، امي كانت حامل في شهر رابع فهو مش عايز الاقيها، يا ست حامل يعني، فقال خلاص نسميه امير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي ام ابويا ما بتحبش امي اساسا، فقالت خلاص نسميه وائل، فام تقول لا امير ودي تقول وائل. بعده اسكت، بقول لك ما هو بعده بقول لك انا مالي انا مالي يا رزق، انا ما احب اندهك. اقول لك ايه يا جلال؟ يا جلال يا جلال، شكلك رخم وسنتك سودا طينه معايا. انفخ، عايزك تنفخ. قوم يا عادي انت، من ساعة ما دخلت شكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنة سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اوعى يا عادي يكون اللي في بالي. هو وزير الداخلية. اتفضل استريح يا سعادة الباشا، اتفضل. لحظة واحدة لحظة واحدة، ما ينفعش تقعد كده. هات يا بنت انت منديل ولا حاجة، هاتي حاجة، هاتي يا بنت. الله يخرب بيتك، اتفضل استريح، اتفضل اتفضل. اسمع يا عادي انت وهو، اسمع يا حبيبي، أنا اللي جايبني هنا معالي وزير التربية والتعليم شخصياً، يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعاً الكلام ده مش ليك أنت. استدعاني وزير التربية والتعليم وقال لي والنبي يا أستاذ رمضان، قلت له أنا ما بحبش الحلفان، إنجز، عايز مني إيه؟ قال لي العيال ده هون أمانة في رقبتك، وأنا يمكن أخون الأمانة، يعني لو أنتوا فاكرين إن أنتوا مسنودين أنا كمان مسنود. يوه يوه، what's going on people؟ أهلا أهلا يا حلتها، أهلا. كنت فين يا غندور أنت والشملولة؟ أصل جيجي مخنش. مين جيجي ده هي؟ جيجي هي ده هي؟ أهلا يا ست جيجي، كنت فين وسايبين الحصة؟ أصل بقالها يومين قافل الموبايل ف... ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. أنتوا سايبين الحصة وكنتوا فين؟ Take it easy, she had boyfriend problems so I can't just sort it out. Her boyfriend's a bit of an idiot, yeah? So I just, you know, stepped up to her and said, what's going on with me? What's wrong with you, man? خلاص خلاص خلاص. إذا كان على كده براءة. تفي يا بنت اللي بنا غوري مكانك، امشي. يلا يا اخويا امشي امشي. انت بتشوح يا ولا؟ شكلك نسيت التعليقة اللي في السقف، ها؟ اجري. ايوه كده، الناس تخاف ما تختشيش. اسمع انت وهو، هي كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو، هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان. ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب انا. مش لاقي ايه؟ كتاب مش معايا. لا في كتاب، هات يا بنت الكتاب ده. ايه بس انا اسقط؟ ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايز ان انا اتحبس. اتفضل يا باشا.